برنامج جودة الحياة أنت اليوم تبحث أو تنظر إلى نقطتين رئيسيات محورين ما بين نمط الحياة أو نمط العيش كقوة خلينا نسميها ثقيلة من انفراستركتشر من أشياء تبنى اللي هو livability أو أي مكان اليوم الدولة تسعى أنها تضع للمواطن والمقيم في المملكة السعودية من معهد موسيقى. بس تستخدم تكفى مصطلحات إنجليزية. يعني أنا أغلط أنا أعتذر. أعطيك إياها. من تونا جاي من مؤتمر جوي حق الترفيه فقابلنا أجانب كثير. عساك على القوة. فاليوم ما بين نمط المعيشة ما بين قابلية العيش في المملكة العربية السعودية هي المحورين تحت جودة الحياة. الذوق العام يتقاطع معهم اثنينهم مع المحورين هذول نفسهم. لا يمكن أنك تضع برامج ومبادرات اليوم في أي من المحورين هذه ما تجد فيه شيء نظم من ناحية الذوق العام. أنت اليوم البرامج والمبادرات اللي موجودة في المملكة لرفع جودة الحياة فيها هدفها أنك تخلي المملكة العربية السعودية على الأقل 3 مدن فيها من أفضل 100 مدينة للعيش في العالم. من الطبيعي أن تكون عندك لائحة الذوق العام أساس تجيب اللي في أوروبا واللي في أمريكا وفي أمريكا الجنوبية أو في أستراليا أو في آسيا عشان يجي ويشوف المملكة العربية السعودية ويشوف مدنها وأنت ما عندك المينيمم أو الحد الأدنى من الذوق العام.